حيث أعلن المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري عن أن وحدات من الجيش مدعومة بالقوات الجوية تنفذ عمليات نوعية في جنوب شرق البلاد من الجغبوب شرقا وحتى مناطق غرب الكفرة. هذا وأوضح العميد المسماري أن العملية تحمل اسم غضب الصحراء تستهدف بريا وجويا العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة والتي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كبدتهم خسائر فادحة.